ما بقى لطالع روح. حيا لطالع متسدد يعقوبنا ودار على طول منا. اختراقات ابني على الاجنحه، فنحن بدنا نكسر ونسكر اجنحنا. رجال طبع التعليمات اللي بعطيكم اياها بحذافيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طاهر سرحان مدرب ناشئين جبل نادي جبل الزاوي. طبعا هذا الدوري اللي يقام حاليا هو دوري تصنيفي للأندية طبعا للفئات العمرية، وهذه خطوة جديدة وخطوة طبعا جيدة تردف الأندية بالمواهب وبالفئات العمرية. وللأمانة أي نادي يعني لا يمتلك فئة العمرية فهو نادي ضعيف. نحن كنادي جبل الزاوية طبعا اهتمينا بالفئات من فترات طويلة، وحاليا نحن مشاركين بالدورة التصنيفي اللي يقام من طبعا من دوري مجموعات، كل مجموعة من 6 أندية يتأهل الأول والثاني إلى مصاف الدرجة الأولى، الثالث والرابع إلى الدرجة الثانية، الخامس والسادس إلى مصاف الدرجة الثالثة. ولكن للأسف نحن كنادي جبل الزاوية نعاني من الشح المالي بالنسبة لموضوع بالإضافة يعني للأسف اليوم نحن جايين على مباراة 10 أيام يعني بالعامية ما دقنا طعم النوم بسبب القصف اللي عم تعرض له جبل الزاوية والنزوح اللي عم يشهده جبل الزاوية. نحن بنعمل علينا والباقي على رب العالمين والتوفيق من الله عز وجل.